السلام عليكم. 11 مليون جزائري سوف يلتحقون بصفوف المدارس والثانويات والمتوسطات هذه السنة، إضافة إلى 11 مليون اللي سوف يلتحقون بصفوف المؤسسات المدرسية. في 2 مليون من الطلبة سوف يلتحقون هذه السنة بصفوف الجامعات والمعاهد في الجزائر. في ضمن هذه يعني في هذا الإطار، اليوم سوف نتعرف على بعض المنشآت التي تم إنجازها في ولاية شلف لهذه السنة. سوف نتعرف على بعض المدارس والثانويات والمتوسطات التي تم إنشاؤها هذه السنة في ولاية واحدة وهي ولاية شلف. إذن بدون إطالة نخليكم تتابعوا ما تم إنجازه في ظرف سنة واحدة في ولاية شلف لتطوير البنى التحتية في ميدان التربية والتعليم. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.